عزيزي عزيزتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم ميوزيك اند فود. اليوم حلقة ماشي ليكور تاع البيانو وماشي ليكور تاع لوجيك برو ولا تشي حاجة. اليوم غادي نهضر لكم على السبب ديال التعطيلات ديالي، زعما ديال غيابات توعي هاد اليابات. تقريبا شي شهر ما درت لكم حتى شي فيديو، واليوم غادي نقول لكم علاش. يلا معايا تتويت. كيف ما كتعرفوا انا ارتيست ولا ان فري ارتيست، بعض المرات كيجيوه لي فانتازم، سيتادير كتجي ليه شي اغنيه فراسو، كيما الرسام كتجي ليه شي رسم كيطيح ليه فراسو كيمشي كيرسمو، اولا مخرج تاع السينما مره كيطيح ليه شي افكار وشي فيلم وشي موضوع كيمشي كيكتبو وكيبقى يكتبو ويكتبو ويكتبو حتى كيصوب لكم فيلم. كذلك الموسيقي كيبقى جالس واحد النهار تكدير ليه طن، كدور ليه لا ميلودي فراسو، كيدور ليه الكلمات فراسو، وكيدور ليه اللحن فراسو. اشنو كيدير؟ كيحبس المرقة، سيتادير كيحبس الماء والضوء، سيتادير كيسد على راسو في الدار وكيبقى يسجل ويكتب ويلحن ويارونجي ويبقى حتى يسالي الاغنية ديالو. هادشي اللي وقع ليا انا هادي شهر، طاح عليا واحد اغنيه، وكيف ما كتعرفوا كل عام كطيح عليا شي اغنيه من السماء، باق كطيح عليا وكيخصني ولا بدا نكملها. ملي كنكملها عاد كيمكن ليا ناخذ الحريه ديالي. كيف ما لاحظتوا معايا انا يلا اليوم مشيت رازيت، اما قبل هادي واحد ربع ساعه كان عندي الموساج واللحيه. علاش؟ حيت شهر كامل وما كنخرجش وغير كنصوب الاغنيه وكنلحنها وكنارونجيها. الاغنيه اول خطره غديرها باللغه الفرنسيه. علاش؟ حيت الميلودي جاتني فرنساويه، ما جاتنيش لا عربيه ولا لونجلي ولا بالالمانيه، جاتني غير بفرنساويه. فلهذا اتصلت بواحد صاحبي كيف باري، هو مغربي شانتور اللي كان معنا في اكادير في الثمانينات والتسعينات، اللي سميتو محمد النفيحي، وفي هذا المنبر كنبلغ ليه السلام وجميع اصدقائي اللي كاينين في باريس، اللي كاينين في لندن، سي محمد تلماس، كاع صحابي اللي كاينين في اوروب واللي كاينين في المغرب الموسيقيين الكبار. عيطت ليه وقلت ليه راه عندي واحد اغنيه فرنساويه، عافاك بغيتك تعاوني فيها فرنساويه، حيت انا كنعرف نكتب غير بالالمانيه. وانا عطيه الموضوع وقلت ليه نكتبو هكذا. بقى معايا واحد جوج سيمانات ويكتب ليا الاغنيه كامله، كتب ليا ليها الكلمات. انا كنت ديجا موجد شويه ديال الموسيقى اللي كنسميو للتيموان، كتبته ولحنته وارونجيته، ولكن يلاه دابا هادي باش بديت فيه ديال بصح. وعيطت على اكبر جيتاريست في المغرب، ربما ما كيعرفوش كاع المغاربه، ولكن في مراكش معروف بزاف، وفي مدينه اكادير معروف بزاف، وعند الموسيقيين الكبار معروف بزاف، اللي سميتو جهاد راودي. جهاد راودي كان هو اللي سجل معايا الاغنيه الاولى اللي سميتها ليتس جيت اراوند، وهو الجيتاريست اللي كيلعب مع ماروك اكسبريس في مونتي كريستو. هو الجيتاريست خطير بزاف. علاش؟ هو الجيتاريست ديسيبليني، كيلعب ليك بلي تري بون سون، وما كيلعبش بجهد، وكيلعب قانوني، وعندو لي جام طياره، وعندو لا ديسيبلين اكثريه. ومن اكثر من هذا الشيء كيعرف كيفاش يحط لي نوت في بلاصتهم. دونك هو اللي سجل معايا لا جيتار وسجل معايا سولو. ابخي عيطت على جوج ديال المغنيين اللي داروا ليا باكين فوكالز، يعني لا تييرس او لا كانت، اللي هما صحابي بزاف، واحد من الشيلي سميتو اندريس، وواحد صاحبي سميتو خالد. دونك الاغنيه سميتها بيتيت لويور، هي غادي نسمعكم ولا بدا واحد طريف منها، ولكن كنتمنى تكونوا غتسناو معايا ان شاء الله تنساليه، وغادي نقلب على لي ديليا ان تري بون كليب وغادي نخرجو لكم تفرجوا فيه. ودابا غادي نخليكم تسمعوا الغفخه ديالو وديروا لي في التعاليق كي جاكم واش عجبكم او لا، ولكن منين غادي يخرج بالكليب كله كامل ولا بدا غادي يعجبكم بزاف. وما تنساوش بان الحلقات ديال لي كور ديال البيانو ولا هاو تو بلاي راه مازال مستمرين، وقريب ان شاء الله نبدا معاكم.
دابا غادي نخليكم تصنتوا ديريكتومون الرفران تاع الاغنيه. يلا هو معايا التسويتس.